تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لدور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا بالبطولة المقامة بمدينة شرم الشيخ، وده بعد مواجهته النهاردة لمنتخب مدغشقر في المباراة اللي انتهت بفوز الفراعنة بأربع أهداف مقابل هدفين. خلال أيام طرح وحدات سكنية جديدة في مدينة المنصورة الجديدة والعالمين الجديد، هذا ما صرح به المهندس طارق السباعي نائب وزير الإسكان لليوم السابع النهاردة، الذي أكد أن خلال هذا الأسبوع سيتم طرح نحو 500 وحدة سكنية في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية في مشروع جنة للإسكان الفاخر والمتميز في مدينة المنصورة الجديد. هذه المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان تلقى قبول جماهيري كبير جدا، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين تقدمت إليها إلكترونيا، منتظر أن تتقدم إليها إلكترونيا خلال الأيام المقبلة. خبر هام أيضا من القطاعات الخدمية في الدولة، وهو من وزارة الصحة المصرية التي أعلنت أن عدد من تقدموا للكشف عن الفحص الشامل عن فيروس سي 15.5 مليون مواطن منذ بداية الحملة وحتى اليوم، وهذا هذا عدد كبير جدا والنسبة فاقت التوقعات، سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى القاهرة الكبرى، خاصة في ظل خاصة أن هذه الحملة تلقى رعاية وعناية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها مبادرة قومية للكشف عن مرض فيروس سي والأمراض غير السارية السكر والسمنة والضغط. طلب النادي الأهلي من مسؤول الجهات الأمنية حضور 30,000 مشجع في مباراته أمام جيما الأثيوبي اللي هتتلعب يوم الجمعة القادم في إطار ذهاب دور 32 في دوري أبطال أفريقيا، وده بعد ما انتقلت المباراة لملعب استاد برج العرب بعد رفض الأمن أقامتها على ملعب السلام بسبب إصلاحات في محيط الملعب. مساء الخير. النهاردة مجلس النواب كان بيناقش قانون مهم جدا جدا، وهو قانون المحال العامة والتجارية. الحقيقة القانون بمفترض ان هو بينظم فكرة تراخيص المحلات عموما اللي بتزاول الأنشطة التجارية، وحاجات كتير جدا واردة في نصوص هذا القانون ممكن نستعرضها بشكل سريع، وهو متوقع انه يصدر اليوم. امبارح كان صدر موافقة على القانون في مجموعه، والنهاردة بيتم مناقشته مادة مادة، وبالفعل المناقشات دايرة اثناء ما احنا بنتكلم دلوقتي. من اهم المواد اللي في المشروع انه بيتكلم على انه لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة او ذات انشطة خطرة للمناطق السكانية. دي حاجات مهمة جدا ان الناس لازم تعرفها. من برضو الحاجات المهمة جدا انه مثلا القانون بيحظر تقديم الشيشة بدون ترخيص، يعني لازم وفقا المادة 26 من احكام هذا القانون انه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع او تقديم مأكولات ومشروبات لعموم الجمهور تقديم النرجيلة او الشيشة الا بعد الحصول على ترخيص بده. برضو من ضمن المواد المهمة في القانون ده انه ما يعرف بالمينيوم تشارج، مثلا ما ينفعش محل ياخد منك بعد تطبيق هذا القانون، ما ينفعش انه اي محل تجاري ياخد منك مينيمم تشارج من غير ما يكون هو حاصل على ترخيص بده. يعني لما يجي حد يقول لك ان في حد ادنى للمشروبات لازم تقول له وريني حضرتك فين الترخيص اللي خدته عشان تاخد مني مينيمم تشارج. تفاصيل كتير في مشروع القانون، انا بدعوكم لقراءتها ومتابعه تفاصيل الجلسه اللي دايره دلوقتي في مجلس النواب، الجلسه العامه في مجلس النواب لمناقشه هذا القانون والتصويت على مواد ومادة مادة على موقع اليوم السابع. النهاردة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع المعدل العام للتضخم عن شهر نوفمبر الماضي. أعلن الجهاز أن معدل التضخم لشهر نوفمبر 2018 سجل 15.6%، وده كان مقابل 26.7% لشهر نوفمبر 2017. الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2019-2022. طبعا المرحلة الثانية من الاستراتيجية لمكافحة الفساد بتستهدف مكافحة الفساد ومجابهته في الجهاز الإداري للدولة. الاستراتيجية دي بتتكون من 9 أهداف رئيسية، منها طبعا تقديم خدمة عالية للمواطن سواء فيما يقدم من الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص. أيضا كان من الأهداف الرئيسية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية ونشر قيم
القيم المعززة لمحاربة الفساد ومجابهته في الجهاز الإداري. أيضا من الأهداف الرئيسية التي تضمنتها هي وضع إجراءات قضائية تحقق العدالة الناجزة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا. أيضا من الأهداف الرئيسية وضع تشريعات قادرة على الوقاية من الفساد قبل وقوعه. الاستراتيجية الوطنية ستنفذ على مراحل، منها طويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى. استطاعت المرحلة الأولى التي أطلقت في 2014 واستمرت حتى 2018 من تحقيق 90% من الأهداف المرجوة منها. طبعا تمكنت خلال الفترة اللي فاتت من إصدار قانون الخدمة المدنية، قانون تضارب المصالح. كل هذه القوانين تعمل على الوقاية ومكافحة الفساد. طبعا المرحلة الثانية ستستمر حتى 2022، والتي نتمنى أن تكون يعني هي الاستراتيجية القادرة على مكافحة الفساد في الجهاز الإداري خلال الفترة المقبلة. ارتبط اسم النجمة العالمية إريانا جراند بتحقيق النجاحات. إريانا جراند أطلقت من 10 أيام كليب جديد اسمه Thank You Next. الكليب ده قدر يحقق نسبة مشاهدة عالية جدا على موقع يوتيوب، وصلت ل 153 مليون مشاهدة خلال 10 أيام، ده رقم ضخم جدا. النجم المصري هاني سلامة اتفاجئ النهاردة بعدد من الأكاونتات اللي بتحمل اسمه على تويتر وعلى الانستجرام وفيسبوك، والأكاونتات دي كانت بتحاول تنشر أخبار مغلوطة وآراء خاصة بالفنان هاني سلامة. في اتصال تليفوني مع النجم هاني سلامة أكد إن هو ملوش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي صفحة وحيدة موثقة على موقع الفيسبوك، وإن باقي الأكاونتات اللي تحمل اسمه هي أكاونتات فيك ومزيفة ولا تعبر عنه. طبعا دي مش اول مره الفنان هاني سلامه ينفي وجود اكونتات خاصه بيه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دايما في حد بيحاول يعمل اكونتات مزيفه وبيتكلم باسمه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. هو المره الاخيره بينفي ان هو ليه اي اكونت على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فقط صفحته على فيسبوك وهي صفحه رسميه موثقه. من اهم الاخبار اللي عمل جدل النهارده على السوشيال ميديا، وزاره التعليم تمنع اقارب والطلاب وأصحاب الجزائيات من وضع أسئلة الامتحان. غدا طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية، والصغرى بالعاصمة 15 درجة. كنت متاح الطالب بعدم استيراد أو تصنيع ملابس شباب زي العسكري. النهاردة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة الذي يقع في جنوب ليبيا. هذا الإعلان يأتي بعد يوم من إغلاق عدد من المحتجين أو حراك يدعى حراك غضب فزان. هذا الحراك طالب بحل الأزمات التي تعاني منها مدن الجنوب الليبي، منها حالة التهميش، عدم وجود بنية تحتية، عدم وجود وحدات صحية تتولى رعاية أهالي الجنوب الليبي، فضلا عن عدم اهتمام الحكومتين سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية بمشكلة عدم وجود أمن واستقرار وعدم وجود قوات عسكرية تحمي مقدرات الشعب الليبي. هذا التهديد، حراك فزان هدد بخطوات تصعيدية بإغلاق حقل الفيل. المؤسسة الوطنية للنفط قالت أن ليبيا ستخسر ما يقرب من 33 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق حقل الشرارة. حقل الشرارة ينتج ثلثي إنتاج ليبيا من النفط، والمؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن خسائر فادحة تنتظر الخزانة الليبية بسبب هذا الإغلاق. وحتى الآن الحراك، وهو حراك غضب فزان، يهدد بالتصعيد وإغلاق كافة الحقول النفطية التي تتواجد في مدن الجنوب الليبي. قبل عرضه بأسبوع في دور العرض العالمي، حقق فيلم أكوامان 93 مليون دولار حصيلة إيرادات الأسبوع، وده طبعا رقم خيالي بالنسبة لأسبوع افتتاحي الفيلم في دور العرض. ده طبعا قبل ما يتعرض في العالم كله، وما لو اتعرض بقى هيحقق كام. تشارك النجمة العالمية كاتي بيري في إحدى ألعاب الفيديو جيم، وأول ظهور ليها هيبقى بعد بكرة 12 ديسمبر. كاتي بيري عملت أغنية خاصة للعبة اسمها إمورتال فلام. شهر إبريل اللي جاي هيشهد انتهاء أعظم حاجتين اتعملوا في السينما وفي الدراما طبعا في آخر 20 سنة اللي فاتوا، مسلسل جيم اوف ثرونز هيتعرض الموسم الثامن والأخير ليه في شهر إبريل اللي جاي، وبرضو فيلم أفينجر آخر فيلم آخر جزء ليهم هيتعرض في شهر إبريل اللي جاي.